بسم الله الرحمن الرحيم، لكم التحية. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأنا في خضم الكتابة براءة الإسلام من العنف، وفي البداية بعتذر اعتذارا شديدا عن انفعالي في الحلقة اللي فاتت وفي كل حلقة فاتت، وبحاول أهدى، ومش هيهديني إلا إن اللي كده يبقى كده. ومن كده بقول ربنا كرمني وخرج إلى الدنيا في 48 ساعة هذا الكتاب اللي أنا بعتبره، ما تدخلوا الكاميرا عليه يمكن الناس تشوف العنوان ولا حاجة من غير ما أقوله. العنوان ده اسمه نفي الفقر عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا بعتبر إن أي حد يقول إن النبي كان فقير في منتهى العنف، يعني مفيش عنف بعد كده، إنك تلزق تهمة في النبي عليه الصلاة والسلام. يعني تقول أنا فقير، أنا فاشل، أنا مش لاقي آكل، ونحللك إحنا ونقول لك إذا كان أنت الفقر بتاعك اختياري وأنت اللي اخترته وأنت مهمل، ولا أنت بتجتهد وربنا قسم لك رزق ضيق لمصلحتك، لأنه قال سبحانه وتعالى على اليمين في سورة الشورى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. في بعض العباد لو رزقها زاد بيعملوا منكرات لا أول لها ولا آخر، لكن أرجوك برئ ساحة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من الفقر وآفاته. أنا كنت قبل الهوى بقرأ لكم في هذا الكتاب أو بقرأ الروحي وبقول الحمد لله إن أنا عملت حاجة زي كده في فصل من فصوله، أعتقد صفحة إيه، لازم أقلع النظارة بقى وحاجة تقرف ما علينا. كام دي؟ 78، صفحة 78 على اليمين في كتاب مبروك عطية نفي الفقر عن سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. أول سرية، الكلام لما بيبقى بالحساب وبالعقل وبالمنطق بيبقى مريح قوي، مش قصيدة شعر هي. أول سرية كانت سرية راجل أنا بحبه وكلكم بتحبوه، اسمه عكاشة بن محصن، صحابي كبير جدا. سرية يعني غزوة بس النبي ما طلعش فيها عليه الصلاة والسلام، وكانوا 40 راجل بقيادة عكاشة ابن محصن. رجعوا بغنيمة كام بالعدد، ادي الرقم اهو انا بقراه، 200 جمل. لما ربنا يقول في القرآن: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، فالرسول صلى الله عليه وسلم له خمس الغنائم. عملية بسيطة جدا، لو احنا ضربنا الميتين في خمس يبقى 40 ناء نصيب النبي شرعا. 40 ناء دول بسعر النهاردة في 13,000، 15,000، اعتقد 4 × 15 يعني 600,000 جنيه. يبقى احنا مش بنهرج. تعالى بقى خيبر، تعالى بقى نصيبه في كذا، تعالى لهدايا المقوقس، تعالى لغزوة حنين، تعالى لكل الغزوات نصيبه فيها كام، هنطلع ثروة النبي عليه الصلاة والسلام انها بالمليارات. وفدك وكل اموال بني النضير اللي نزل فيها في سورة الحشر: وما افاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، يبقى كلها بتاعته. تعالى للعالية، للبستان اللي كان عنده بحط رجليه فيه، للمكان اللي طلع فيه ماريا القبطية. إذن مثل هذا الكتاب اللي أنا بقول عليه بينفي عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام تهمة الفقر. وإني من السنة والأحاديث إن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان بيقول: اللهم إني أعوذ بك من الفقر. فكونه يقول لربنا: اللهم إني أعوذ بك من الفقر، وربنا يفقره، يبقى النبي مش مستجاب الدعوة. أعتقد مش وحشة قوي، لا، بلوى وكارثة ومصيبة، لا، النبي مستجاب الدعوة عليه الصلاة والسلام. لما يقول لربنا: أعوذ بك من الجوع، البخاري على اليمين، يبقى لا يمكن يجوع.
وانا كاتب فصل في الكتاب ده اسمه جوع النبي تشريع، يعني بيجوع عشان يشرع لما نجوع نعمل ايه، ممكن ناكل عند صديقنا ولا ممكن نعمل ايه. وابن عبد البر الله يرحمه لما كان يقول وما استدان النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه ابدا وانما كان يستدين من اجل مساكين، ده في الرد على اللي هو يقول حديث البخاري مات عليه الصلاة والسلام ودرهه مرهونة عند يهودي في شعير، نقول له لو انت كملت في شعير استدانه صلى الله عليه وسلم من أجل مساكين مش من أجل نفسه وأهل بيته. وإنك لازم تفرق بين بعض الحالات الفردية اللي كان بيت النبي يخلو فيها من الأكل وبين إن بيته بيت الأمة، فكل اللي بيجي احنا عارفين قانون من النبي اللي بنصلي عليه ومش عارفينه قوي، بيقول ايه؟ بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لسائل لا. الكتاب فكرته انا لو عشت عمري كله وكتبه في تاريخي، مبروك عطية نفى تهمة الفقر عن النبي بشغل استمر سنين وطلع في 140 صفحة، والله العظيم أنا واثق إن هكون أسعد خلق الله إن عملت في حياتي حاجة على المنابر وفي كل حتة وفي كل البرامج. النبي اللي مش نايم إيه، اللي مش لاقي إيه، اللي المساكين، نصوص مش مفهومة صحيحة. وأخطر من هذا كله إن المسلمين يتخلفون ويحبون الفقر ويعشقونه، والفقر نعمة، أي أختي والنبي ما بتهون إلا على الغلبان. كل ده دجل وكلام ما ينفعش، ومش ده الإسلام اللي احنا عايزين نصلح به الدنيا من كده لكده. أنا فاكر من أجمل المواقف اللي عاشها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام إنه كان على سفر ومعاه جماعة من الصحابة الكرام والشمس اصفرت للرحيل، يعني بقينا قبيل الغروب، في راجل من الأعراب جايب معاه حوالي 20 أو 30 نعجة خروف، وقال لك أشوف الناس اللي قاعدين فوق دول، فطلع بالخرفان. أول واحد شافه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، أول واحد شافه وأول واحد كلمه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، إن الناس كلها لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، محدش يقدر يتكلم ولا يعمل تمتيد ولا توطئة ما دام النبي قاعد عليه الصلاة والسلام. قال له إيه سيدنا محمد؟ بيع أم هدية؟ وما قالوش هدية الأول. قال له يا راجل اللي طالع بالغنم أنت جايب لنا هدية؟ وإحنا بنقبل وبندي أكتر منها. خطوط، حطوا خطوط. بيع أم هدية؟ قال الأعرابي بيع. راح ضارب إيده في جيبه وطلع له تمنها ودبحها لأصحابه. ده سيدنا محمد. فإحنا لما ننفي التهمة عن سيدنا محمد عايزين كل مسلم يعرف ان الفقر عار وان الفقر علة وان الفقر كما جاء في الحديث صحيح في البخاري على اليمين كاد الفقر ان يكون كفرا. موضوع محاضرة تانية شريعة معايا يوم السبت ان شاء الله بعد بكرة. انا برجو ان كل امام وخطيب يبقى عنده نسخة يخطب منه كام جمعة في كام جمعة، ان كل مسلم يبقى عنده منه نسخة، إن كل واحد مفكر إن النبي كان دقة يبقى عنده نسخة. أنا برجو ده وبحلم بيه وعايش له دلوقتي ليل ونهار مش هسكت، ويا رب أشيله على دماغي وأمشي في الشوارع وأقول مين ياخد ده بتلاتة درهم عشان أطبع غيره. والله العظيم تلاتة يبقى عمل محترم جدا ويبقى خطاب ديني هايل قوي. أنا أعرف ناس بالاسم مؤمنين بان الفقراء هيدخلوا الجنه حتف وان الاغنياء هيجوا بعدين بعدين بعدين. الكلام ده مش سليم، مش سليم. اللي يدخل الجنه من الفقراء هو الفقير الصابر. وبعدين سيدنا عمر مش كان صحابي كبير قوي قوي، قال للناس جمله انا بدوب فيها حبا لما اتعرضت قضيتين، تحب تكون سؤال فوزير الصحابة سألوه، تحب تكون، تحب تكون، بص تحب تكون فقير صابر؟ الله موزونة والله، فقير صابر. أنا إيه يا علاء هفكرني دكتور علاء جانب كان له قصيدة اسمها مش عارف هايدي، على نفس الوزن كده،
أنا صابر، أنا هايدي مفاعيل. تحب تكون فقير صابر ولا غني شاكر؟ ما احنا عندنا اتنين في الإسلام، في الفكر كله. يا فقير وجاحد وقليل الأدب هتخسر الدنيا والآخرة، يا فقير وصابر على فقرك، أدي حالة كيس. وفي أنظر كيس الأوبزيت بقى، عكس البور الريش اللي ما حصلش في التاريخ، الغني ده. والغني عشان يبقى غني داخل الجنة يبقى شاكر. يعني إيه شاكر؟ انسى انسى يا باشا، غني شاكر يعني غني بيدفع مال. هو انت مفكر الشاكر الشكر لله الحمد لله؟ انا على طول الحقيقه بحمد ربنا. ازاي يا معلم؟ بقول الحمد لله وشكر لله. قول له اطلع بره اللاين، قول له ما انتش معانا، قول له الشكر عندنا عمل عمره ما كان بقيقي. في سيدنا عمر اللي هو واحد ممكن دلوقتي يدخل لي انسيرت جميل واحييه وابوس ايده كمان، يقول لي كان بياكل صعب قوي والزيت كان بيحطه في البتاع، ام كلثوم ما رضيتش تتجوزه بنت ابو بكر الصديق وقالت له ده يموتني من الجوع، وحق لها واتجوزت الولد الغني الجميل. كويس، اقول له كان بيعمل كده حبيبي لما بقى امير المؤمنين؟ لما بقى امير المؤمنين كانت عيشته صعبه جدا عشان عايز ياكل الملايين اللي وراه. ها؟ اوعى تفكر ان سيدنا عمر كان كاره الدنيا واللي فيها، لا، هو راجل بيحاسب نفسه حساب غير عادي. حتى عامر رماده المشهور في تاريخه وخلافته كان زي الناس، والله يرحمه حافظ لما قال جوع الخليفه والدنيا بقبضته في الزهد منزله سبحان موليها. فاحنا عندنا حالتين، فقير صابر غني شاكر. فماذا قال عمر؟ قال رضي الله عنه: أنا أحب، شوفوا قولوا كلكم كده، قولوا كلكم كده، أنا أحب أن أكون غنيا شاكرا. عمر جاب الكلام ده منين؟ ما هو واخد هواه من صدر النبي عليه الصلاة والسلام. قولوا كلكم الكلام ده وخدوا الكتاب ده اطبعوه أو اقروه أو اشتروه أو لقحوه زي ما أنتوا عايزين. اللهم إني بلغت فاللهم فاشهد. معاكي مين يا أختي؟ قولي هلول، قولي يا ست هالة. ألو ألو، أم سعد. مين بعد هالة؟ عاطف. عاطف قولي يا عاطف. السلام عليكم. سيدي ورحمة الله. سيدي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله لك يا دكتور بطولة العمر وأن يزيدك علما على علم. وإياك يا أخي كل من يشهد. أمين يا دكتور. أنا عندي مشكلة بس عايز سعادتك تسمح لي دقيقتين. حاضر. في سعادتك واحد ظلمني اللي هو شرطة سابق وخد المصنع بتاعي بقوة السلاح، وبيعتقد إن هو إيه لما بيروح يعمل عمرة ويحج إن ربنا غفر له، واتصل بيا بالتليفون يقول لي أنا عايزك تكتر تكسر من حزبنا الله ونعم الوكيل، انا اديني رايح اعمل عمره. ده سعادتك لما ظلمني وخد مالي ومال ولادي، معتقد ان ربنا هيغفر له لما بيطير على الجامع يصلي الوقت بوقته، ظانن في قرية نفسه ان ربنا هيغفر له. انا عايز اسمع من سعادتك رد على الراجل ده. حاضر. اولا بشكر عاطف وبقول كلمتين اتنين لله لواء شرطة وزير من حقك تقاضيه شرعا وقانونا، واحنا الحمد لله ما احناش في عصر الظلمات، والبينة على من ادعى واليمين على من انكر، والقضاء ياخد مجراه وترضى بيه وهو يرضى بيه. نمرة اتنين الناحية الدينية اللي تخصني طبعا، لو مش لي وشرطة، لو واحد من الصحابة، ده النبي نفسه قالوا له تعالى سعر لنا في السوق، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام تعالى قول دي بخمسة ودي بسبعة، قال لا احب أن ألقى الله ولأحد علي مظلمة. خاف يظلم بايع أو يظلم مشتري، ده سيدنا محمد. فقال أنا أسيب الناس يرزق ربنا بعضهم من بعض. صحيح في عصر الخلفاء تدخل الخلفاء وسعروا، ودي قضية معروفة في الفقه، لما دعت الحاجة
يعني النبي ايام النبي كانت الدنيا مستريحه، واذا كان فيها بتاع زياده اسعار اهي نص فرنك 3 شيلن 1 ريال 1 درهم جنيه لربع. انما بقى لما طغت الحكايه قوي تدخلوا الناس، وده حكم التسعير في الاسلام انه واجب لما الذمم تتنايل على عينيها والناس اخلاقها تفسد. فاللي انا بقوله ان لو واحد حتى النبيين يا اخي لا قدر الله وهم لا يظلمون ابدا، مش لواء شرطه ولا غير لواء شرطه ولا دكتور في الجامعه زي حالتي استاذ اساتذه ولا حاجه، ولكن اي بني ادم يظلم ويعمل عمره كل 3 ساعات ونص ويحج لو كان الحج كل يوم ويحج كل يوم، قسما بالله لا ينفعه حجه ولا تنفعه عمرته. معايا مين يا اختي؟ قولي. ايه حسين بيه، اتفضل يا حسين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فضيلة الشيخ المججل، الله يسترك، بارك الله فيك. وفيك يا فندم. لازم اقول لك وطي التلفزيون، وانا مش بحب اقول الكلمات دي. على عينيا. خد يا غاده وطي التلفزيون. يلا يا غاده. يا استاذ الكريم امرني. استاذ سعادتك فضلا تتكرم وتسمعني في دقيقه واحده. خدامك. تسلم، ده انا اللي خدامك، ربنا يطول في عمرك ويمتعك بكامل الصحه والعافيه. واياكم يا فندم واياكم. اذا تكرمت. نعم. اتفضل. انا تاجر حديد تسليح. طيب. في ناس بتيجي تاخد مني حديد وبيتبقى عندها فلوس. ايوه. و لما بنيجي نطالب عليها للاسف ما يعني ايه ما بيوفوش، وحصل ان واحد اهاني وتعدى علي بالسب والقصف. لا اله الا الله. والبزاءة. لا اله الا الله. ما لا استطيع ان اقوله على الهواء. طيب. لا اله الا الله. ويعني من ضمن اللي قالوا، انا ليا مبلغ حوالي 5840 جنيه. ايوه. فهو بيقول لي فلوسك دي في جزمتي وانت لا مؤاخذة اسف. بلاش بلاش. ماشي. المهم ادوس طيب. على اللي عند ادوس على اللي عندك ده لا مؤاخذة بالمداس. انا عارف. ايوه. طب يدينا بس يدينا اللي عنده ويصون مداسه، واحنا برضه هنحترم مداسه. ربنا يكفينا ويكفيك شره. وانا عندي بيقول انا مدين الناس بملايين بعشرات، يعني طبعا مدين العشرات بكل واحد بمليون، ومحدش يعني ايه محدش قال كده، محدش قال كده. وابو 5840 انا كاتب الرقم وراك، هو اللي قال كده. حسين انت فلاح زي حالتي؟ ايوه يا باشا، انا من الفيوم وفلاح. لا انا ما اقصدش، انا قصدي افكرك بمثل فلاحي قديم يقول لك ما بيكسرش الطاحونه الا ابو قدح. مظبوط. عندك فكره عن المثل ده؟ ايوه ايوه ايوه. انا هوضحه للمشاهدين بس، يعني واحد عنده طاحونه بيجي ناس تطحن عنده القمح والذره، يجي واحد بثلاثة طن يطحن ويمشي، يجي واحد بعشرة طن يطحن ويمشي، يجي واحد بقدح طن اطحنوه لي ده، يحطوا له القدح في الطاحونه يكسر الطاحونه. فهو ده نفس المثل. ابو 5840 يقول لي حسين فلوسك على القديمه، طب فكر ان دي فلوس ولا ايه؟ اهو ده اللي احنا ما نحبوش، ولا الدين يحبه ولا الدين يحبه. نسيبه جه اعتذر لي وبات على راسي، وانا مش هاضم الاهانه ولا مؤاخذه وما سمعت. موضوع جميل يا حسين، موضوع جميل وسؤال جميل. فهل علي ذنب؟ يعني هل علي أنا 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 هسأل يا حسين، موضوع جميل وأنت كأنك عايز تسألني، فهل أنا عشان مش هاضم إن أنا أسامح مذنب؟ مظبوط. جزاك الله شكرا يا حسين، لا ذنب عليك، لأن السماحة من جوه ما بتجيش ببروة، ده عايزة 5 تفمام وتلاجة فول أوتوماتيك، غسالة فول أوتوماتيك ونص وربع وحلة وتحتها باجور. المشكلة اللي عند الإسلام أو الإسلام عايز منك ومن أي حد
حد يعتذر له، يقبل الاعتذار ومش لازم يكون شمنا على عسل، لان دي بإيد ربنا. بس اللي عايزه الاسلام انك تسامح. تسامح يعني ايه؟ ما تظلمش بسبب ان جواك نار تجاه او توجاه من اساء اليك. لكن اوتوماتيك كده الاسلام بيقول خلاص سمنا على عسل. انا بعمل كده طبعا، ما تخافوش عليا، مش بقول كده ان انا هقع يعني، لا يعني زرار كده يلا سمنا على عسل. مفيش كده في الدنيا. والنبي عليه الصلاه والسلام فضل زعلان من ابن عمه اللي قال له خلي ربنا يديك جواب انك رسول. فضل النبي من جواه نار منه لقلة أدبه 3 سنين في مكة و10 في المدينة لغاية سنة الفتح، لقبل ما يموت بسنة واحدة النبي. لكن ما يضربوش، لا يؤذيه، إنما من جواه صافي، لا مرضيش يقابله. ولولا علي بن أبي طالب قال له تعال له من وشه. هو النبي سيدنا محمد ما يردش حد جه من وشه، وجه قال إيه؟ أنا آسف، قال أشهد أن لا إله إلا الله رسول الله، خلاص الإسلام يجب ما قبله. لكن النبي كان متألم طول هذه المدة. معايا مين؟ مين؟ عبد الله بيه، اتفضل يا عم عبد الله. ألو روحية، خلاص؟ أقول روحية؟ أحمد بيه، بلاها بقى روحية مش هموتها. قول يا أحمد. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام يا حبيبي. ازيك يا دكتور؟ ربنا يسترك. ربنا يخليك يا رب ويجازيك عنا خير. وإياك يا أخي وجميع من يشاهدني يا رب. الله يخليك. حضرتك بس مشكلة كده، احنا كان عندنا حتة أرض 200 متر. والدي توفى واحنا كنا صغيرين وقاعدين يعني شبه قاعدين احنا وعمي مع بعض. يا حبيبي. لما والدي توفى بعد 14 سنة جينا عاوزين ناخد الحتة الأرض دي نبني فيها. طبعا. يا عمي قال لا دي الحتة دي بتاعتي، مع إن العلم أبويا ميت واحنا نعلم وكل الناس تعلم ان الارض الحته دي بتاعتنا. فقال لا دي بتاعتي ومعايا عقوداتها ومعايا حاجتها. جه واحد دي عملنا قاعده وكده، وجي واحد قال له انت قلت لي، يعني سالتك مره قبل كده قلت لي ان ديت بتاعت اخويا. قال ايوه انا كنت مدياله وهاخدها. فعاوز اعرف بس الحكم دي. انتوا ما معكوش اي ورق ولا اي بينه؟ ما خلاص هو خدها مع يعني هو توفى وكده، بس انا عاوز اعرف حكم الدين فيها. حبيبي يعني بس رد عليا، رد عليا قبل ما تمشي عبد الله. انتوا كورثه ابوك والله يرحمه ما معكوش اي ورقه تقول ال 200 متر دول بتوع بابا؟ في. طيب يبقى خلاص. ماشي. ما هو مع هو خلاص ما دام فيه يبقى نفس القعده بالراحه الاول وصوروها، لا ياخدها عمك ويجي مفرتكها وحاططها تحت الجزمه وتلوده. اسمعني ارجوك، اسمعني ارجوك، اسمعني ارجوك، بدم معاكوا حجه صوروها وقاعده جميله مع عمك. يا عمي ادي الدليل اهو، فبدل ما نرفعه للمحكمه خلينا جميله، عشان مش المحكمه وحشه، لا عشان المحكمه هتطول علينا شويه، احنا معذورين، القضاه عندهم الوف القضايا. يا عمو يا عمو قول له مين بيكلمه، قول له عمو يا عمو خليك عمه ودينا حقنا وحجة ابونا اهي صورة. لكن الاصل يقولك هات يا واد ويجي بلعها عشان يدوخكوا. الطمع وحش، ارحم اخوك الميت، ارحمه. بكرة ولا بعدها هتحصله يا عالم، هتمدد جنبه في نفس التربة، ولا هياكلك السمك في البحر، ولا هكون فوق في طيارة. ارجوك اتقي الله. يعني ايه اتقي الله؟ يعني ادي الناس حقها. يبقى انت كده اتقيت الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فاتن هانم، يلا يا فوتنا. اسمع حضرتك يا دكتور. ربنا يسترك يا فاتن. اللهم امين. دكتور مبروك، انا بس اذن حضرتك. فاتن فاتن حلو كتاب نفي الفقر عن الرسول. افندم يا دكتور. افندم. حلو نفي الفقر عن الرسول. نفي الفقر عن الرسول؟ يعني الرسول ما كانش فقير، يبقى انت مش معانا من الاول. لا يا دكتور للاسف انا مش مع حضرتك من الاول، بس سمعت البرنامج بصوت. طيب يا حبيبتي قولي، احنا عاملين كتاب اسمه النبي ما كانش فقير، تحب تقريه يا فاتن
ولا مش مهم عندك؟ متفقين يا دكتور، بس لو كان متسجل على شرايط يكون افضل كتير. طب نعمله على شرايط لو ده تحبيه نعمله، بس يجي لنا اراء كده والمشاهدين كلهم يقولوا اعملوا سيدي هيا وانا اروح اسجلها الصبح. يا ريت يا دكتور. والله يعني نحطه في جمعيات نعمل. وبرضه في ناس مدمنة فاتن ما توقفيش عليهم، بعدين هطبعنا الكتاب يعني. نعم يا دكتور. حلقة طبعناها في البحر يا فاتن. قولي سؤالك بقى. لا يا دكتور مش كده، انا قصدي ان ممكن حد يسجله تطوع عادي. طيب حاضر، قولي يا فاتن. دكتور انا بستاذن حضرتك، بس عايز اسال حضرتك سؤال بس مش على الهوا، ممكن؟ طبعا خدي رقمي وعلى عيني بس بعد الهوا على طول. يلا مي روحية فاطمة هانم. يلا يا فاطمة. يلا يا بط. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا دكتور لو سمحت كنت عايز اسأل حضرتك على حاجة. قول يا فاطمة. دلوقتي يا دكتور دلوقتي يا دكتور لازم فاطمة توطي التلفزيون. لازم لازم فاطمة توطي وفي زعل، ف يعني حتى لما بيجي حد يحاول ان هو يصالحنا مع بعض انا برضو مش متقبله. انا مش سامع. انت متخانقه مع جوزك؟ لا مع اختي. مع اختك. حاضر، معلش انا سمعت غلط. مع اختك وزعلانه انت وهي يعني. على ايه يا بطه؟ على ايه يا حبيبتي؟ اتخانقتوا على ايه؟ بيحاولوا يصالحونا مع بعض، مفيش قابليه ان انا انتوا اتخانقتوا على ايه يا فاطمه؟ اتخانقتي انت واختك على ايه؟ يا دكتور هو خناقات عاديه، بس كان في حاجه قبل كده مخلياني مش قادره اسامحها، ان انا حتى لو ما تحصل مشكله بيني وبينها. يعني هي مثلا سرقت منك ثلاث مظاريف كده من الشنطه؟ لا 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 لا. في نصيبي جيت ابويا، فهي جت يعني لما جت تاخد مني نصيب تشتريه حسيت ان هي زي اكبرتني. لا فلوس برضو يا فاطمه، الفلوس اللي موديه الناس في داهيه. ما توطي التلفزيون شويه يا فاطمه عشان كده مش هنخلص. حاضر يعني جت تاخد نصيبك من ابوكي؟ ها؟ ايوه يا دكتور. فقالت لك دول بخمسه وهم ب 15. قالت لك دول بخمسه وهم ب 15. لما ندمت حاولت اقول لها رجعي نصيبي. ايه؟ فدي عامله حزيزه بيني وبينها. ما انا سامع فاطمه وتلفزيونها عالي وكده هنتعب قوي. دلوقتي فاطمه زعلانه مع اختها بسبب ان ليها ميراث واختها جايه تاخده بطلط ابيض وتظلمها. فاطمه قالت لها كده انت ظلمتيني، اتخانقوا واتخاصموا مع بعض، كده صح يا فاطمه؟ قفلت فاطمه. كده ما يرضيش ربنا. تشتري من اخوك كانك بتشتري من واحد بيعبد معزه. لا اخوك ولا يقرب لك ولا هو على دينك. دي سعرها بالسوق كذا. عايز تسيب لاخوك حاجه لانه اخوك ربنا هيتقبلها صدقه حتى لو اخوك كان غني. ثلاثه، في حاجه اسمها حق الشفعه، ان الارض دي لها مدخل واحد، واني لو هيجي مشتري هيضايق اخوك وهو كمان هيتضايق. حق الشفعه دي حكمها في الفقه البيع باقل من ثمنه، ادي معنى الشفعه. الجيره شفعه، هتشفع جارك، لكن اذا وجدت شقه وباب وتم التقسيم فلا شفعة. النبي قال كده، بدل ما هتبيع شقة لا هتجرح جارك، براحتك بقى وبيعها للأجنبي. إنما لو في شقة ما تنفعش إلا لك، لو اشتراها واحد هيطلع على عورتك وتطلع على عورته، يبقى لازم تبيع بالشفعة وبأقل. لكن إحنا عندنا طمع زي ما قلت لحضراتكم، وبعدين ممكن جدا يكون أنا باخد التلات أرضيات بتوعي او يعني بشتري تلاتة وانا واخد تلاتة، فاقول لك ايه دول بتاع بابا. ما هو بابا ما بقوش بتوع بابا. بابا مات ام اي تي، يا لهوي ميم الف تي مفتوحة. بابا مات مش بالام بالميم، بابا مات. فدلوقتي التلات قريب بتوعي انا مش بتوع ابوك. الميراث صار ملكا للوارث. استني بس، الميراث بقى ملكا للوارث. هو بعيد عنكو وعني، دخلنا في الكذب بقى. بعيد عنكو ليه؟ هو انتوا وانا كلنا هنبقى كده؟ مع الموت بتنتزع الملكيات.
خلاص ملوش عندنا الا الكفن واربع تكبيرات، لا يملك شيئا، لا اله الا الله، لا يملك. يقول ده ارض الحاج عبد الرحيم الله يرحمه، ده مش عارف ايه الله يرحمه، اوكي عشان الله يرحمه. انا من اروع ما قرات في حياتي ان سفيان الثوري كان عنده ارض على طريق هناك في الشام، ارض حلوه قوي تجري فيها العربيات يعني، فبنى تربه على الطريق، وده ملك امير المؤمنين في الحديث الشريف، عالم كبير وغني ازاي، شوف غني ازاي، شوف الليس ابن مصر غني، الليس ابن سعد فقيه مصري، شوفوا كان غني ازاي، الالوبيه دي بتاعته كلها، الالوبيه ومحافظه الالوبيه دي بنها، واللي حواليها كانت كلها مزارع الليس ابن سعد، وكان بيصرف على طلاب العلم، وكان يا نهار ابيض، يقول لك ما جاتلوش الزكاه ولا سنه، لان ما كانش بيدخر، ما بيعديش الحول عليه، المسلمين المفروض يبقوا اغنى الناس. طب اقول المعلومه بس دي، فقال لسفيان الثوري انت بتبني تربه هنا ليه؟ قال عشان ارضي على الطريق، فكل اللي معدي على الطريق يعرف ان دي تربه الليث بن سعد، فيقول الله يرحمه ويدعي لي بالرحمه. فاصل قصير ثم نلتقي فانتظرونا. الله يا حبيب الله. انا لو مش خبره بعد ما برحب بيكو، لو مش خبره جامده وطويله كان زماني دلوقتي مش عارف اتكلم ولا كلمه. لو تسمعوا اللي في وداني لما بنرجع بعد الفاصل، تمام يا ذهاب يا نهار اسود، كان الايام هتقوم الاساتذه والاخراج ومنى وجمال في نفس واحد، واحد. لكن انا طبعا الحمد لله يعني متعود وثابت شويه، وبرحب بيكم وباخد محي الدين ولا منى محي الدين؟ مين؟ الو؟ محي الدين يا محي. ايوه اتفضل امرني. السلام عليكم. وعليكم السلام سيدي. لو سمحت انا بتفرج على الحاجات الجميله اللي انتم بتقدموها لشيوخنا الافاضل، وبتابعها باستمرار يعني، الحمد لله يعني. ده شرف لينا. الواحد بيتعلم منها حاجات كتير جدا. الحمد لله يا فندم. النهارده سمعت شيخنا برضو الجليل من غير اسامي والنبي. الهندي. من غير اسامي الله يسترك. طيب يعني هو راجل محترم وانا بحبه جدا زي كل الناس محترمه. زيك بالظبط. العفو لا والله كل الناس محترمه. الله يخليك. وانا كان معايا لمياء فهمي عبد الحميد قاعده على يميني، وفضلت سنين بلا سخريه ولا تواضع اقول لها يا انت معايا يا لا، مبدا هنحطه ونقول كل الناس ممتازه الا احنا، وقالت وانا معاك وانا مؤمن بدا والله. الحمد لله. دلوقتي هو كان بيشرح في قضيه كده اللي هي الطلاق. وقال ان الطلاق لا يتم بكلمة انت طالق. انما يتم بالورقة بالورقة. ايوه ايوه. عند مأذون. ايوه. القضية ديت طبعا الكلام اللي هو قاله ده، ده بيعمر بيوت. تمام. بصرف النظر عن اي شيء تاني. تمام. ولكن هل ده شرعا فعلا؟ يعني هو في رأيين. انا ما احنا تمام يعني تمام. خليني معاك، خليني معاك واقول في رأيين الحقيقه. هو لا ما فيش رأيين والله، والله ما في رأيين، ولكن كل فقهاء الدنيا على ان اللي يقول لمراته انت طالق وقع الطلاق. لكن انا اقدر بكل ادب اقول في اجتهاد جديد. الاجتهاد الجديد ده لو عرض على مجمع البحوث واقره، والله العظيم انا قبلك لاجيب تورته جنب الورد. لكن انا رايي مفيش حضرتك واحد يخرب بيت امه بايده واجي انا الوي له الشرع عشان اعمر له بيته، كان هو يعمره وصون لسانه يا فندم. لكن انا معاك، هو راي كل العلماء اللي يقول لمراته انت طالق بقى طالق، راح لورقه ما راحش الورقه ملناش دعوه. لكن لما يجتهد شخص او عالم او اتنين ربنا يكرمهم يكرم الامه كلها، لا يمكن يؤخذ به الا اذا قرره مجمع البحوث وطلع الامام او رئيس وكيل امين مجمع البحوث الاسلاميه او طلع مفتي الديار وقال هنا القاهره المذيع هذا بيان مفتي الديار، وقال مفتي الديار الكلام ده يخضع له الجميع وبرضه ان ارادوا. اشكرك يا عمي. يلا روحيه. ها روحيه محمود. سلام يا حوده. السلام عليكم. والسلام يا فندم ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا دكتور؟ الله يجبر خاطرك.
الله يخليك يا فندم. والله انا حضرتك عندي سؤال ورجاء. اتفضل. وارجو ان صدرك يتسع ليا يعني جدا شوية. جدا الله يخليك جداً. يا دكتور الله يخليك. يعني ملخص سريع، انا كنت متزوج وزوجتي الله يرحمها توفت يعني من فتره، الكلام ده في 2011. وربنا كرمني بانسانه كويسه وبنت حلال طيبه، وتزوجتها وربت اولادي الاثنين. بس للاسف هي عندها يعني ايه، يعني ما بتسمعش الكلام دايما، وكانت دي سبب المشاكل الكتيره اللي بيني وبينها. تاني الجمله الاخيره. ما بتسمعش الكلام، ما بتسمعش الكلام ولا على حاجه. يعني بتماطل فيها يعني، او دماغها جايبها كده. محمود من فضلك، محمود من فضلك، انا عندي الجمله دي بقف ضروري غصب عني والله. اتفضل. عايز اعرف بس نموذج واحد للكلام اللي هي ما تسمعوش من فضلك. النموذج ان هي مثلا لو راحت مشوار بقول لها تعالي الساعة كذا، فتقول لي حاضر، وتتأخر ساعة. وانت عارف ان الطريق زحمة يا محمود. لا ده مشوار ممكن يكون جنب البيت او يعني يعني ما فيش مواصلات. يعني لا عذر في التأخير. بالظبط كده. ممكن نمشي مع بعض، ممكن نمشي مع بعض محمود. 33 ثانية نمشي مع بعض. وده محمود مرة ولا بيتكرر؟ لا اتكرر كتير. وعلى فكره هي معانا على الهوا دلوقتي، انا اتصلت بيها وقلت لها انا هتصل بحضرتك عشان تسمعنا. أيوة. وتوجه لها النصيحه برضه. تمام يا فندم، تمام يا فندم. اقسمت عليها يمينين طلاق، لو عملتي كذا او عملتي كذا تبقي طالق. ايوه. وللاسف عملت الاثنين، وطلعت كفاره وسالت وقالوا لي لا لازم تعمل كفاره واطعام 10 مساكين. انا معرفش مين اللي قال لك. دار الافتاء في الاسكندريه. يبقى تسمع كلامها واوعى تجيب سيره ليا ولا لغيري. طيب لا ده في اللي بعد كده بقى يا فندم الكبيره. من كتر المشاكل هي طلبت الطلاق، وتم طلاق رسمي عند مأذون. دي الطلقه اللي هي شور. طلاق عند العلماء وعند الساده المجتهدين وعند احمد عدويه، مع احترامي له وحبي اقسم بالله من اول ايه ليل لغايه عدويه عطشان، يعني مش بتريق. دي طلقه المأذون دي ثابته ومثبته. يعني طلقه بنت طلقه وامها طلقه وابوها طلقه وجيران طلقين، مفيش فايده. يا دكتور المأذون دي هقول لك بس اهو هقول لك. المهم يا محمود انك انت طلقت عند مأذون، دي الكبيره في نظرك. ايوه طبعا انا احلها لك. لا احلها لك بس ما يكونش حصل حاجه بعدها. حصل. حصل. طيب حصل عند مأذون برضه؟ لا هو طلاق تم عند مأذون والكلام دوت في لا ده خلاص ده 100% واقع. خلاص سنه وشهرين وانتهى الموضوع تماما، خلاص احنا منتهين من تماما. يا ما حصلش حاجه بعد كده. خلاص هي في بيت اهلها، واليومين دول في مفاوضات ان احنا نرجع. طيب ممكن اجاوب؟ اتفضل يا فندم. مدام وخلي بالك وركز، وكل المشاهدين يركزوا في كلامك كويس جدا. مدام اللي هي مش مدام هانم ومدام ومدموزيل، لا ما دام محمود راح للجنة الفتوى وقالوا له ولا طلاق واقع، وراح طلق بعد كده عند مأذون، يبقى دي الطلقة الأولى لمحمود. ولا يسأل مبروك عطية، ولا يسأل أحمد بيه كريمة، ولا يسأل أي حد رفعت عثمان، ولا يسأل أحمد بيه عمر هاشم، ولا يسأل أي عالم في الدنيا لوحده. لجنة قررت إن ملكش طلاق واقع، رحت بعد كده طلقت عند مأذون، اللي عند المأذون ده تالت وتلاتة ومتلت وكل مشتقات تلاتة. خلاص يبقى ده طلقة واحدة، وتروح ترجعها وهي هتسمع مني النصيحة. لما جوزك، هنا على فكرة مش بقول الكلام ده لمرات محمود، هقوله لنساء الأمة المحمدية كلهن. حلو قوي كلهن دي، بقول لنساء يبقى كلهن توكيد معناه مجرور. لنساء الأمة المحمدية كلهن اللي جوزها يعلق عليها طلاق بغض النظر عن الحكم، تبقى مش كويسة لما توقعه، تبقى مش عايزاه. ونصيحتي ليها، لأن هيطلق والطلاق هيقع، وما طلقتش النهارده هتطلق بكره، بس هتعيش في الحرام. نصيحتي ليها مادام قالك لو اتأخرت تاني هطلقك، وتروحي تتأخري ولا يهمك، انت بتسخري من ربنا. ولا تتخذوا آيات الله هزوا، ما تكررتش الآية دي على اليمين في سورة البقرة إلا في الطلاق. ولا تتخذوا آيات الله هزوا، اعقلوا. لكن نصيحتي أنا قول له بص يا محمود، مش محمود ده أي حودة، بص يا حبكش،
يا ابني الحلال انا هتأخر ومش سامع كلامك. بكل ادب كده قبل ما اتأخر واليمين يقع، انا عايزاه يقع this night THIS night in IGHT this night يعني هذه الليلة، وهقوم اعمل لك كرنب واعمل لك فرخة وشوربة وجوز حمام. مش لازم نتطلق واحنا بنقطع في هدوم بعض، لا، ناكل اخر لقمة عيش وملح مع بعض، هروقك هظبطك، والمأذون يجي وتديني حقي بالمعروف، يمكن ربنا يكرمني واتجوز احسن منك وانت تتجوز احسن مني، واتجوز واحد لو قال لي لو اتأخرت ها اقول له اوعى، لو انا سألتها هو بقول لك هطلقك؟ لا، بقول لو اتأخرتي ههرش في مناخيري، ولو هرش في مناخيره قلبي يوجعني، ها مش يطلقك. واحد احترمه واراعي هرشه مناخيره. زمان عطيه ابني بيضحك دلوقتي لو كان بيشوفني يعني. ماهر بيه، استاذ ماهر. اي باشا، اتفضل يا فندم. تمام، انا خدامك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل. الله يرضى. دلوقتي والدي توفى من شهر 4 اللي فات، الله يرحمه يا رب. كان معايا مبلغ، مديني مبلغ، احنا فلاحين وانا مقيم في القاهره واخواتي فلاحين ومقيمين في المنوفيه. مديهولك ايه؟ لا مدخره عندي وانا ايه وزعته شرعي بما يعني احنا ست رجاله وبنتين. الله يفتح عليك، روح. طيب، جه اخ المواشي عندنا، مواشي قدرناها في حوالي 130,000. طيب، في اتنين منهم من اخواتي هم اللي بيروحوا الغيط وبياكلوهم ويشربوهم ويسرحوا بيهم. اجره. انا جيت شلت لهم 30% من ال 130,000. وماله؟ والباقي وزعته. ممتاز. فهل ده صح ولا غلط؟ جدا، ما دام الدنيا كلها راضيه بيه. بس شوف المده، انا هقول لحضرتك المهم ما يكونش انت بتحاسبهم بال 30% باثر رجعي، لان هم باثر رجعي كانوا ياخدوا من ابوك. لا احنا قدرنا، ما انا بقول المده انت بتقول من شهر 4. من شهر، انا بكتب وراك وواعي كويس، من شهر 4 قول 5 و6 و7 لا ما احنا قدرناهم بسعرهم في ب 130,000 يعني وقت الوفاه. الله يفتح عليك، ممتاز. وقت الوفاة ب 30 130,000، والمدة اللي هي دلوقتي جت، المدة دلوقتي، اصل انت دلوقتي ال هنقول زيادة يعني. لحظة بس يا فندم، انا معاك والله. لو ال 130,000 دول للخمس قطع او للعشر قطع، كانوا 14 قطعة. 14 قطعة، ال 14 قطعة دول النهاردة انت لما تبيعهم يجيبوا كام؟ يعني في، ما هو برضه يعني ايه المهم يعني ايه احنا هقول لك، ما انا هقول لك، اصل دي قواعد، انا مش ماشي بفتي بعجل. يوم الوفاه يجيبوا 130,000 لو توزعوا. لا قدرناهم في وقت، كان الكلام ده كان في العيد الكبير، قدرناهم ب 130,000. انتوا بعتوا ب 130,000 من كام شهر؟ ما هم موجودين، احنا قدرناهم كلهم ب 130,000. لا لا لا، موجودين ازاي؟ ما هو انت حضرتك مين اللي دفع لاخواتك الست؟ ما بعناش، ما هي الفلوس البهايم ديت والمواشي دي بتاع ابويا اتباعت؟ ما اتباعتش، موجوده. استنى بس، انت هتقدرهم ليه ب 130,000؟ عشان ندي الباقي. عشان تدي الباقي، المفروض حضرتك شرعا، شرعا مفيش حاجة تتعمل كده إلا إذا اتفق الورثة وكل قد علم نصيبه وسهمه من بالضبط. القطع دي، من القطع دي، من القطع دي، أنت وأخوك شركة في الجاموسة دي، وأنت وأخوك في الجاموسة والبقرة دي، والبنتين كل واحدة كذا، وعايزين نخلط على بعض، خلاص بقينا شركة. مفيش حاجة اسمها بتاعت أبويا، أنا لسه قايل من 5 دقايق الله يرحمه أبوك يا رب، وأبويا يبقى لهم الجنة بالدنيا واللي فيها. آمين. لكن أي ميت كائنا من كان، حتى النبيون، إلا أن النبيين لا يورثون وما تركوه صدقة، لكن كل حي على وجه الأرض بمجرد ما روحه تطلع، طلعت معاه الممتلكات منتزعة، ما عادش حد يملك حاجة نهائي.
معايا حضرتك؟ فداءوا ميراث ابوك، يبيعوهم يبيعوهم، وكل واحد ياخد ثمنه، يتتفقوا كلكم كل واحد نصيبه هو واخوه جاموسه، والعيلين الشقيانين دول اللي عمالين يراعوا لهم 30%. لحظه واحده يا فندم، لحظه واحده يا فندم، ما انت لو جبت لهم كلاف هياخد 1200 كل شهر. بالظبط كده، ما انا قلت كده. قال طب ما طبعا، واخواتك لازم يعرفوا كده. فندي فندي لحظه واحده، فندي العيلين دول اخواتكم اجره الكلاف اللي هي تساوي 30% 10%، ولا في اي مشكله، ولا في اي مشكله. هيبقى السؤال قائما، هل الورثه اللي هو انت والسته والبنتين هيدوا العيال دول التلت كل شهر عشان ياكلوا، ولا ليكوا ان شاء الله، ولا ليكوا، ولا ليكوا ان شاء الله، ولا ليكوا، اكمل الجمله، ولا ليكوا ان شاء الله بعد 10 سنين 30%؟ يبقى ظلمتوهم. لا لا لا، ده انا وزعت الفلوس، يعني انا قلت لهم البهائم دي ب 130,000، طلعت لهم 30% تطلع 39,000. يعتبر احنا 7 افراد، يعني بنتين وست رجاله، 7. وموافقين استنى بس، من جيبك انت ولا كل دفع زيك؟ منهم هم، من الاثنين الفلاحين، منهم هم، ومتفقين. بس زي ما قلت لك الجمله الزياده، انكم كل واحد يعرف نصيبه في دول ايه من دلوقتي. اديتهم فلوس، بشكرك. روحيه، اتفضلي يا روحيه. محمد قبل روحيه، حاضر. اي يا محمد بيتفضل. ها رو سحر، سحر ولا مين؟ سحر هاني، متفضلي يا سحر. الو، يبقى سوزان. سوزان طارق، خلاص. ايه يعني مفيش تليفون ولا خلاص عندنا فاصل؟ انا افتكرت معانا 130,000 تليفون، الله المستعان. معلش حاضر، بس هقول لو احنا جينا لمسألة الميراث زي اللي قالها أخونا ماهر، وقلنا أبونا ترك 5 أبقار وثمان جواميس وثلاثين نعجة والحاجات دي كلها. أولا شوفوا، أنا هتخيل إن إحنا عندنا مثلا 40 شاة أو 40 نعجة وخروف. أبونا لو مات وسيبنا الـ40 دول موجودين، عليهم كل سنة تطلع واحدة زكاة. لما بنوزعهم على الورثة، ده خد له 5 وده 7 وده 13 وده 20، مفيش زكاة، لأن كل واحد ماله اللي من الـ40 شاه دون النصاب. وبحسن الوعظ حاضر على عيني، ما هو أنا عندي أمل أشوفكم بكرة إن شاء الله، وبحسن الوعظ تمتلك القلوب وسخر الطبع من لين يذوب. فقل للمسرفين ألا رجعتم فإن الله يقبل من يتوب، ورحمته لأوسع من خيال ولو كثرت من العبد الذنوب. لكم التحية حتى ألقاكم غدا إن شاء الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.